ظهرت الآن ظاهرة تريد أن تفكك الأسر، تريد أن تفكك الأسر وأن تنزع سلطة الوالدين على الأولاد، وتنزع سلطة الزوج على زوجته، ويدعون الحرية وأن لا يتعرض أحد لأحد، كل يتجه إلى ما يريد. هذه الظاهرة ينادى بها الآن، ويسمون الذي يقوم على أولاده أو على زوجته بما أوجب الله عليه، يسمون هذا بالعنف الأسري. فاتقوا الله عباد الله، وتنبهوا لأولادكم، فأنتم المسؤولون عنهم أمام الله سبحانه يوم القيامة، وسيحاسبونكم عن إهمالكم وتضييعكم لهم. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أنه كل ما عظم الخطر فإنه يشتد الحذر، فاحذروا رحمكم الله من الأخطار المحدقة بالمسلمين، احذروا من هذه الأخطار المحدقة بالمسلمين، وأشدها إفساد الذراري وإفساد البيوت، بيوت المسلمين. أما بيوت الكفار فهي فاسدة من الأصل، لكنهم يحرصون على إفساد المسلمين ليكونوا مثلهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يحسدونكم على ما أنتم عليه من الخير، فيريدون إفساد دينكم. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا احذروا عدوكم.